جامعة الكفيل تقدم نصائح لطلبتنا الأعزاء لأداء الامتحان النهائي. لكي نساعد أبناءنا على النجاح في الامتحان، يجب أن نهيئ الأجواء الامتحانية المناسبة لهم. لكي نضمن استمرارية خدمة الإنترنت طيلة وقت الامتحان، يجب التأكد من تاريخ انتهاء اشتراك خدمة الإنترنت لئلا نتعرض لانقطاعه المفاجئ أثناء أداء الامتحان. عند إجراء أبنائنا للاختبار، يجب تخفيف استخدام الإنترنت من قبل أفراد المنزل لتوفير كامل خدمة الإنترنت لهم، ومن أجل ضمان استمرارية الخدمة أثناء تأدية الامتحان. من الأفضل أن يكون مزود خدمة الإنترنت المنزلية هو شركة إيرثلينك لسرعة التفاعل مع أجزاء النظام وانسيابية تدفق البيانات من وإلى نظام الـ UIMS لوجود اتفاق سابق بين جامعة الكفيل وشركة إيرثلينك. يمكنكم أداء الامتحان عن طريق تطبيق جامعة الكفيل المتوفر على جوجل بلاي وأب ستور. كذلك يمكنكم إجراء الامتحان عن طريق جهاز الحاسوب، ويفضل استخدام المتصفح جوجل كروم. الوقت المقرر لكل امتحان هو 3 ساعات، يفضل تقسيمها منذ البداية بصورة صحيحة بين أسئلة الامتحان لكي نستطيع الإجابة عنها جميعاً خلال الوقت المحدد. إن عملية حفظ الإجابات في نظام الـ UIMS أثناء الامتحان تتم بصورة تلقائية وفورية بعد الانتهاء من الإجابة عن كل سؤال. لذا لا تقلق عزيزي الطالب عند انقطاع التيار الكهربائي أو خدمة الإنترنت، فإجابتك قد تم حفظها عند آخر سؤال قمت بالإجابة عنه. إن عملية إنهاء الامتحان وتسليم الإجابات إلى أستاذ المادة تتم بصورة تلقائية بعد انتهاء الإجابة عن آخر سؤال من الأسئلة الامتحانية. عند الحاجة لمراجعة إجابة أي سؤال وتغييرها، فلتعلم أن ذلك متاح طالما كان ضمن الوقت المحدد للامتحان. في حال حدوث أي مشكلة أو طارئ تقني أثناء أداء الامتحان، يرجى الاتصال بفريق الدعم الفني.